وفقا لمسؤولي الصحة المحليين، تم تشخيص 20 شخصا مصابا بوباء الكوليرا في حي مونافا، بما في ذلك بعض الوفيات. وحددت وزارة الصحة الموزمبيقية هذا الحي بأنه أخطر الأماكن التي قد تسبب انتقال وباء الكوليرا، وبناء عليه قدمت الوزارة طلبا رسميا إلى فريق الإنقاذ الصيني لإجراء أعمال الوقاية من الأوبئة والقضاء عليها في هذا الحي. وصباح يوم الاثنين دخل فريق الإنقاذ الصيني الحي بقيادة مسؤولي الصحة المحليين للبحث عن المنازل التي يعيش فيها المرضى، وأخيرا عثروا على 16 منزلا يعاني قاطنوها من وباء الكوليرا، وتم تنظيف وتطهير 41 غرفة. كما قام الفريق بتنظيف وتطهير نحو 5500 متر مربع، بما في ذلك برك الصرف الصحي وأماكن تجميع القمامة والمراحيض. قمنا بتنظيف وتطهير مكان معيشة لمرضى وطعامهم ولوازم سكنية، مما يساهم لحد بعيد بمنع انتقال الوباء ويحمي أفراد أسرهم. في الوقت نفسه وبناء على طلب من الحكومة المحلية، توجه فريق الإنقاذ الصيني أيضا إلى الشركات المحلية للقيام بأعمال التنظيف والتطهير وتقديم المشورة للوقاية من الأوبئة بشكل روتيني، بالإضافة إلى عملية التنظيف والتطهير في المصانع ومساكن الموظفين والمراحيض. وقام الفريق باختبار مياه الشرب والطعام الذي يتناوله الموظفون، وقدم اقتراحات حول الوقاية من الأوبئة، كما قام بحملة توعية للموظفين والعمال حول الوقاية من الأمراض مثل الكوليرا والملاريا.